جهاز القسطره اللي نشوفه قدامنا هو جهاز اللي يسمح لنا باش نشوفوا الاوعيه الدمويه الجسم الانسان كامل جسم الانسان من الدماغ حتى القدمين مرورا بال يعني بالرئه ولا الكبد الكلى ولا الجهاز التناسلي نشوفوا كل هذه الاوعيه تاعهم ويسمح لنا من جهه ثانيه ان نقوموا ببعض العمليات على هذه الاوعيه. جبنا الله يبارك دو زياره وكذلك في اطار رقمنه القطاع دخلنا الرقمنه في صيدليه مركزيه ومركز حقن الدم وكذلك راكم شفتوا في المصالح الاستعجالات الطبيه كيفاش بدينا نخدموا بالرقمنه ما هي سهله ولكن فيه بدايه فعاله ان شاء الله نكملوا وكذلك كانت فيه زياره مصلحه الطب الشرعي لين شفتوا وين رقى هذا الاختصاص من ناحيه تقنيات التشخيص والتكفل